هاد المجموعه خويا جات شويه قاصحه، وبالنسبه للعرب كامل حنا مجموعين في جروب واحد، ما يمكنش ما جات شويه قرعه ناقصه، وثانيا ما عجباش بالنسبه لاي واحد غيتسائل بان هاد المجموعه ما يقدر تكون فيها شي ما حتى واحد ما تيأسل بان بينها تكون هاد المجموعه هي اللي غتكون فيها الرجاء وبركان وحسنيه، ديما تنكونوا غتكون كل وحده في مجموعه وحده، وين نكونوا ان شاء الله هنا حنا الاولين تأهلوا في هاد المجموعه ان شاء الله. حنا الرجاء البيضاوي ان شاء الله، ديما الرجاء، الرجاء وبريكان هي اللي غتكون اهلا من هذه المجموعه هذه. الصراحه المجموعه ما كناش كنتوقعوا غيطيحوا ثلاث فرق مغربيه في جروب واحد، و ماشي ما قرعه ما والو، ما حيت خاص ضروري شي واحد يدا من المغرب، كنتمنوا يديو شي واحد من المغرب، نتمنوا تدوز جوج فرق من المغرب، واخا ما كرهناش يدوزوا بثلاثه ولكن كيدوزوا جوج، الدوز الحسنيه والرجاء ان شاء الله. واخا انا ودادي كنتمنى الرجاء دي، حيت كاين صحابي فهمتي كنخرج معاهم ونخلق معاهم وعادي يعني ماشي مشكل، وديو المغرب وندور الرباح ان شاء الله. انا ما كرهتش ما يتلاقاوش المغرب مع بيناتهم، انا بغيت انا كنفضل الرجاء، انا رجاوي، واني ما مني حسنيه حتى هي راه زوينه عندها اللعابه زوينين، وبركان حتى هي عطات واحد النتيجه في هذه المباراه اللي فاتت، ربحت بخمسه لواحد مزيانه، وسميتو اسف طنجة تقصات ما كانتش، والوداد حتى هي كنتمنى ليها التوفيق وكلشي مزيان ان شاء الله. انا كنفضل دوز الرجاء والحسنيه ان شاء الله. وكما كتلاحظ للاسف طاحت ثلاث فروع مغربيه في مجموعه واحده، حسنيه اكادير والرجاء البيضاوي ونهضه بركان، وكنتمنوا التوفيق لنهضه بركان واكادير. حنا وداديين ما بغيناش الرجاء يدوزوا صراحه. مجموعه صعيبه، وكان كنتمنوا الفوز للرجاء، خويا كنتمنوا التاهل للرجاء والدوز ان شاء الله، وكنتمنوا كل شيء حنا حد ساعي. شكون اللي غيتاهل مع الرجاء؟ بركان، نتمنوا بركان، ما عنديش مع الحسنيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.